لكم مشتاقين، كيف عاملين؟ الليلة معاي ضيفة مميزة شديد، سارة. يا جماعة معاي الليلة سارة من قناة سارة تي في شو. سارة من فلسطين، والليلة حتعمل لي تحدي اللهجة الفلسطينية. شوفوا شو عملت فيني بتحدي اللهجة السودانية. صراحة أنا أبتعت يعني. عملنا تحدي اللهجة السودانية في قناة سارة، الرابط حيكون في الديسكريبشن، فشوفوا قناة سارة وشوفوا الفيديو اللي عملته معاها واكتبوا لنا رأيكم شنو في التعليقات. أنا متربية مع فلسطينيين، بدنا نشوف. أنا كنت في مدرسة الشعلة، دي أكثر مدرسة فلسطينية في الحياة. يعني ممكن تغلبني مثلا، يعني تتحول هي لفلسطينية، أنا أساسا أتحول سودانية يعني، بس أنت بتحكموا لحالكم مين يتحول لمين. تعرفي أغنية علي الكوفية؟ طبعا. لا عجبتيني. علي الكوفية وين عرم الله، وين عرم الله، تعجبيني. كنا بنغنيها بين الحصص كمان، بيجوا بيبهدلونا. طب أنا دبي فلسطيني؟ لا هاي جديدة. هاي جديدة؟ هاي بعد ما تخرجت خلص. دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. حضرنا الموبايل، معطاها انا 9 كلمات واخترت لها اصعب الكلمات ومنه سهل. يعني انا ما حبيت اظهر هيك بقوه الفلسطيني، هنشوف مين اللي هيبدع في مين. احم احم احم. السؤال الاول يقول: الله يخلي لي تيتا وجده الله يخلي لي. انا بس ملاحظه لانه كنت عايشه طول عمري بالسويد، فهي الكلمات نفسي انا صراحه تعلمتها من اجدادي. نبلش اول كلمه. نمليه. سهله هاي، اللي في الشباك، اللي بتكون هيك فيها. غلط غلط غلط. ما تشرحي شبك عشان. ما تشرحي ما تشرحي. غلط. اللي بعده. لا لا يلا بتقولي مع فلسطينيين. اوكي. بيستخدموها بدل الثلاجة. بدل الثلاجة؟ بيكونوا بيخلطوها في المطبخ عشان. ايوه. بتكون زي بوفيه المطبخ بس ما بيكونش بارد. ايوه. يعني يعطيكي نص درجة. تقربتي تقربتي. أجنس. مكان بيبيعوا فيه سيارات. والله انا بسمع المسلسلات المصريه ده لك تعالى وجيب لي العربيه على الاجنس. هي فيها شبيه من الكلمه المصريه بس مش اتوقع انت فاهمه غلط كلمه الاجنس من المسلسلات المصريه كمان. لا بيبيعوا فيها سيارات. لا يا عمري لا. اجنس يعني غلط. والله جاكيتك اجنس. انا كنت بشيء ثاني. ما بقول لك ايش دخل السياره، شكلها نفسي تشتري سياره، بتروح على الاجنس تشتري سياره. يعني راقي. لا. حلو. لا. جديد. اوه لا برافو عليكي، جديد. شكرا. تشتري سياره من وين؟ اجنس. انا واثقه من نفسي وقلت خلاص. شوفي انا جبت لك كلمات فلسطينيه شعبيه، في ناس فلسطينيين ما بيعرفوها. افكح. ما بعرف. افكح. من فواكه. غلط. اضرب. لا. احكي. غلط. امشي. غلط. اطلع برا. غلط. استني، هي زي امشي بس باسلوب اخر. حل عني. غلط. ما بعرف. استسلام. استسلام. يس واخيرا. اخلع. طيب يعني حل عني. لا. 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 طب ينفع كده؟ لا. اخلع يعني اشرد، فانت ما قررتيها ابدا. طيب اوكي. طيب بابيا مع فلسطينيين. اوكي. طيب اللي بعدها. فرشوحه. شرشوحه. الجمهور خلع. فرشوحه. فراشه. لا. حطيها بجمله. انا اكلت فرشوحه. خياره. لا. خضيره. انا اكلت فرشوحه جبنه. سندويشه. ايوه. ليش فرشها هاي؟ والله ولا حدا بيحكيها يعني. هلا ما في حدا بيحكيها للاجيال هلا، بس احنا جبتي كلمات قديمه عظيم. ولا بيستاهل عملتيه فيني يعني. هتش هتش هتش. انا قلت لها كلمات سهله. هتش هتش. فكرت عطت الفيديو. رح تشوفوا، روح شوفوا الفيديو بعدين. والله انت بشر. بعرفها. وليها. بعرفها. واثقه من حالها. بعرفها. وليها. وليها والله بتعرفيها، بنت فلسطين. وليها. يعني مخي هيك خبط يعني تلخبطت. غلط. تلخبطت. لا واثقة من حالها. لا تحكي. بعرفها بعرفها. انطبشت. تعبت. يعني هيك انطبشت. انخبطت. برافو عليك. ايوه انخبطت. يعني لما حدا مثلا خبطتك حدا براسك. انا انطبشت، فبصير زي انه انخبطتي على براسك يعني. واو. جاهزة للي بعده؟ جاهزة. لا خذي نفس. هلا حتسمعي لازم تاخذي نفس. مرح عنا. مرح عنا. يعني عدي علينا. غلط. ريحي عنا. قربتي. زورينا. لا. بيتي معانا. بيتي معانا يعني نامي عنا، يعني زي بيتي عنا. بالضبط. شو مرحي؟ مرحي عنا يعني مرح عنا، يعني تعالي بيتي عنا، نامي عنا، هيك شيء.
طب حطيني نص درجة. خذي نص درجة، خذي يلا. قديش صاروا بالله؟ انتي واحدة ونص هلا. اوكي. مع هالشو أحسن منك، أحسن منك. من طول لله رفع. اسكيمو. يعني برد القطب الشمالي. هي اي نعم شي بارد، بس شي برد. شو هالجملة والله؟ ما شي بارد بس. ما انا لو قلت لك اياها تسهل خالص، ان هي صح شي بارد بس شي لازم. لا. الغرفة صارت مثل الاسكيمو سكر المكيف. لا، هي شي بارد صح بس شي شي ايس كريم. اي او ماي جاد. مستعدة اللي بعده؟ مستعدة. اهمش. يعني انسى الموضوع. غلط. طنش. غلط. طب حطيها بجملة. لو حكيت الجملة اهمش كويس. يعني امشي كويس. غلط. احكي كويس. غلط. اهمش الساندويتش. كلي 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 الساندويتش. ايوه. بعديها طيارة. طيارة. لا ذكرتيني بالكلمة اللي متشبهات. لا متشبهات فعلا بالتحدي. لا غلط يا عمري، مش طيارة. يا جدي اعرف بالله انا. طيب انا عندي بيارة كبيرة. سيارة. غلط برضو؟ نفس الوزن يعني. غرفة. لا. طب حطيها بجملة ثانية. بيارتنا حلوة. حديقة. الرب. الرب. مزرعة. برافو. طيب هذا ذكاء كله، هذا مخ. انا مخي ما شاء الله، انا ما بحب احكي عن حالي بس صراحة يعني ما شاء الله. يعني بهنيكي خلصنا تحدي. خلصنا؟ خلصنا الكلمات. طب اسمعي، كل واحدة حطي لي عليها نص 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 نص. لا والله. بجمع بالآخر أربع علامات. لا لا واثقة كله نص 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 نص. يعني واثقة إنك أنتِ شوفي يعني أنا لو أقول الحق جاوبتي مبدئياً برافو عليكي. والله؟ يعني جاوبتي أحسن مني بكثير يعني، برافو عليكي. لا تربت عندي عيلة فلسطينية يعني. لا أبهرتيني صراحة. يعني أي نعم عكيتي شوية، عكيتي. شو يعني عكيتي؟ لخبطتي. خبصتي. ايوه ايوه هاي الكلمات اللي انا بحبها. خبصتي. ايوه حلوه. ما تحدثتيني فيها صراحه. انا كنت مستمتعه شديد بالتحدي لانه الكلمات جديده واول مره اسمعها، فحسيت انه يعني تعلمت حاجات حلوه. تروح تاكلي فرشوحه؟ بدنا ناكل فرشوحه فلافل. تعالي عندي واكلك هالمفتولات واللي مسخن بالدجاج وامتعك هالقعده الحلوه. سلام عليك. ايوه يلا يلا من غير ما نهلك. يلا يلا على راسي والله على راسي. يا جماعه لازم تشوفوا تحدي اللهجه السودانيه على قناه ساره، الرابط في الديسكربشن تحت. قولوا لنا رايكم شنو في التحدي اللي عملناه بسي وفي تحدي ساره. تابعوا قناه ساره وتابعوا قناتي واعملوا لنا لايك لو عجبكم الفيديو، لو عايزين تشوفوا تعاونات اكثر، لو عايزين تشوفوا تحديات اكثر اكتبوا لنا. فنحن بنحبكم شديد ويلا اختم الفيديو زي ما انا علمتك. يلا يلا سوداني. احبكم. بحبكم. بحبكم. بحبكم شديد يا متابعين مها. وبتنوروني وبتشرفوني. بتنوروني. 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 بتنوروني وبتشرفوني بقناتي. برافو. هي بتنوروني وبتشرفوني في قناتي. صح في قناتي. باي. اتشرف فيكي. باي.